السلام عليكم ورحمة الله. نجولي التيفنين إكوفلنت سيركت، فعندي تاو هنا حتختلف، حتساوي R تيفنين في C. هنا عندي إكزامبل يوضح لي أكتر، فقال لك بالنسبة للنتورك اللي في الفيجر 27، أول شيء A طلب منك إنك توجد الماتيماتيكال إكسبريشن، قال لك for a transient behavior للفولتج VC والIC، قال لك أمتى؟ لما المفتاح ياخد البوزيشن بتاعه الأول عند تايم T بتساوي 0 سكند. أوكي، أنت شو بتدير؟ بتجيب المفتاح وتحطه في البوزيشن بتاعه بهالطريقة. إذا صبحت عندي هذه الدائرة فقط، عندي العشرة كيلو أوم وكأنها مش موجودة، تمام؟ لأن هنا صار لي أوبن سيركت، معنا نشتغل هنا يا. هذه دائرتي اللي حنشتغل عليها لما المفتاح خده البوزيشن الأول. أوكي، وهنا بنستخدم شيني حيشرط عليك باستخدام التيفنين إكويفلنت، معناها هنا بالجهد اللي على المكتف، معناها وكأني نشي بيصير حنحول المكتف وحنخدم وين دائرة التيفنين المكافئة عليه المقاومات الثلاثة هادم وعلى 12 الـ21 فولت. إذا صبحت هذه عندي الدائرة، حولت المكتف، وهنا مصدر الجهد حنعبر عليه بالشورت سيركت بشان نجيب الار تيفنين أول حاجة. فلما نجيب الار تيفنين عندي هذا الفولت ميتر أو الأوم ميتر، يمر التيار من هنا حيمر على 10 وبعدين بيوصل عند العقدة هذه، حيتجزأ ما بين الار 1 وما بين الـ R2، حيتجمع تاني هنايا. إذا عندي الـ R1 متوازية مع الـ R2 بلس الـ R3، تمام؟ فعندي الـ R تيفنين حنتحصل عليها اللي هي قيمتها 30 كيلو أوم. بعدين بالـ E تيفنين، E تيفنين ما بين هالعقدتين، طبعا أول حاجة لازم نديرها لازم نرجع مصدر الجهد باش تشتغل الدائرة، بعدين بي تيفني ما بين هالعقدتين هو نفس الإي تيفني عليه 30 كيلو أوم، تمام. إذا نستخدم هنايا الفولتج ديفايد الرول، بنقول الآر 2 في الإي على الآر 1 بلس الآر 2، فنتحصل إي تيفني قيمته 7 فولت، تمام. باه، بعدين انا عندي هنايا نبي نجيب ال VC اللي هي بتساوي، نقدر نستخدم القانون هذا او القانون الرئيسي، نقول في V final plus ال VI minus V final في اللي او الاكسبونيشال اللي minus T over tau. فعندي VC بتساوي ال V final اللي هو ال E تيفنين plus ال VI ما كانش مشحون ب 0 فولت ناقص ال E تيفنين في الاكسبونيشال minus T over tau. إذا ناخذ عامل مشترك اي تيفنين، عندي في سي بتساوي اي تيفنين في الواحد ماينس اكسبونينشال للماينس تي بير تاو. بعدين نجيب تاو، تاو بتساوي ار في سي، اي ار ار تيفنين واي سي هي متسعة متاع المكتف اللي هي قيمتها 0.2 في العشرة أس ناقص 6 فاراد أو 0.2 مايكرو فاراد، فيطلع عندي تاو قيمتها 6 ملي سكند. إذن الـ VC شن بتساوي؟ إي تيفنين بنعوض قيمتها 7 فولت في الواحد ماينس إكسبونينشال الماينس تي على 6 ملي سكند. طلب مني نجيب الـ VC والـ IC، فـ IC بنجيب بنعوض بنقول الـ E تيفنين على الـ R إكسبونينشال ماينس تي في التاو على تاو سوري اللي هي R في C، تمام. وردي طلعت هنا قيمة تاو، عندي الـ E عندي الـ R، فنقدر نجيب الـ I of C. بعدين مطلوب الثاني قال لك افرض لما المفتاح خذ البوزيشن بتاعه الاول قعد 9 ملي سكند فقط وبعدين خذ البوزيشن الثاني، بمعنى مش كان في الاتجاه كخذ الموضع. تخيل انت وصلت المفتاح بالبوزيشن الاول عديت 9 ملي سكند وبعدين رجعت شني وصلتها بالبوزيشن الثاني، يبي حتى هنا يبي شني يبي ال في سي وال اي سي. هنا بنقول ال في سي بتساوي ال اي تيفنين في الواحد ماينس اكسبونينشال ماينس تي اوفر تاو، هي بتساوي اوريدي عندي اي تيفنين قداش طلعناها 7 فولت في الواحد ماينس اكسبونينشال ماينس تي، قداش قال لي عند زمن قدره 9 ملي سكند على 6 ملي سكند. ندير حساباتي حيطلع عندي ال في سي بتساوي شني 5.44 فولت. اذا بعد زمن قدره 9 ملي سكند عرفت ان الشحنه اللي على المكتف وجودها على المكتف راهو قيمته
5.44 فولت. فبنجيبوا الاي سي، شوفوا التيار بيساوي الاي تيفنن على ار في الاكسبوننشال اس ماينس تي اوفر تاو، اللي هو بيساوي 0.23 ملي امبير اكسبوننشال اس ماينس 1.5. اذا بعدين نجي ونعوض، نجيب الاكسبوننشال للماينس 1.5، هنحصل على شنو؟ حصل على قيمه الاي سي بتساوي 0.05 ملي امبير. بعدين عندي ان الفي فاينل هنايا بتساوي 0، والفي اي لان شنو؟ لما مشل البوزيشن الثاني اصبح عنده جهد مبدا، واي انيشال فاليو قيمه لحظيه او جهد مبدا اللي هو الانيشال فاليو قيمته 5.44 فولت. اذا في سي بتساوي في فاينل بلس الفي اي ماينس الفي فاينل في الاكسبوننشال اس ماينس تي على تاو داش. هنا عندي تاو جديده، علاش؟ لان ار في السي لما اخذ البوزيشن الثاني صبحت شنو؟ صبحت عندي الار اللي هي قيمتها 10 كيلو اوم في السي اللي هي 0.2 مايكرو فاراد، تمام؟ عندي تاو زي ما قلت لكم ار 4 في السي، طلع عندك تاو جديده 2 ملي سكند، معناها بنجي نعوض هنا به تاو داش اللي هي قيمتها 2 ملي سكند، والتيار كذلك بيساوي شنو؟ حيساوي لي الفي فاينل هذا على الار، تمام؟ من خلال الدائره هذه عندك مقاومه وعندي هنا جهد، فشنو؟ حنعوض بقيمته حنتحصل قيمه الاي، اذا اي سي بتساوي الاي اي سمول اكسبونينشال ماينس تي على تاو اللي هو يساوي شنو؟ ماينس، لان صار عمليه تفريغ ماينس 0.54 ملي امبير في الاكسبونينشال اس ماينس تي على تاو اللي هي 2 ملي سكند. فهذه الرسمه عندك عند زمن اللحظي عند الخمسه تاو، وعندك اول حاجه الفي اي بتساوي 5.44 فولت، تمام؟ وصلش للسبعه، تمام؟ وصل لل 5.44 فولت، تمام؟ وبعدين بدا في عمليه التفريغ طول. هنا نفس الشيء بالنسبه للاي، وبعدين عندي هذه صار عمليه الشحن او صار عمليه التفريغ، تمام؟ نجو لإكزامبل تاني، قال لك بالنسبة للمكتف اللي في الشكل 31 عندك اوريدي مشحون بشحنة شنو المكتف قيمتها 40 فولت، وسوري الجهد اللي عليه قيمته 40 فولت. فيبي الماتيماتيكال اكسبريشن التعبير الرياضي للفي سي لما شنو؟ لما المفتاح ياخذ البوزيشن امتى؟ لما يصير هذا الشكل بهالشكل، لما المفتاح خد البوزيشن امتى هذا، صبحت الدائرة بشكل كلوز لوب، تمام؟ نجي ندير إعادة هيكلية للدائرة، شوف التيار بيمر 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 بيصل عند العقدة هذه، حيتجزأ الـ R2 والمكتف حيمر فيه من نفس التيار، والـ 18 كيلو أوم حيمر فيها تيار، إذا بتجمعوا هنايا وبعدين بيرجع التيار تاني. إذا عرفت إن مصدر الجهد تصل مع على التوالي الـ R1 والـ R4 أو مصدر الجهد R1 و R4. عرفت إن لما تجزأ التيار إذا في عندي الباقي العناصر متصلة على التوازي مع مصدر جهد. عندي شو اللي متصل على التوازي؟ الـ 18 كيلو أوم، أهي 18 كيلو أوم. شن تاني؟ عندك الـ R2 متصلة على التوالي مع المكتف ولكن مع التوازي على مع ال 20 كيلو اوم، ولهذا هم ال R2 وهذا المكتف، ولكن في نفس الوقت متصلات على التوازي مع مصدر الجهد. نجيب اي تيفنن، وهنا هو بيشرط عليك بيقول لك استخدم الـ تيفنن ايكوفلنت. اي تيفنن اللي هي من هنا شن بتساوي؟ حتساوي لي لو هو النينه، نبي نجيب اي تيفنن ما بين العقدتين، اذا حنحول المكتف وبنجيب اي تيفنن وين؟ ما بين هالعقده هذه وما بين هالعقده هذه. طبعا هذه اوبن سيركت، معناها هذه مش حيمر فيها تيار، معناها بنجيب الجهد اللي عليه الار 3 هو نفس الجهد اللي على المكتف، معناها بنقول ار 3 في الاي اصبحت الدائره هذه فقط، وكانهم كلهم متصلات على التوالي. بنستخدم الفولتج ديفايد الرول، فبنقول المقاومه نبي جهد عليها في الجهد الكلي على مجموع مقاومات، فنتحصل عليه الاي تيفنن بتساوي 80 فولت. بعدين بنجيب ار تيفنن، نفس الشيء بنجيبها منين؟ من هالاتجاه، وانا اوريدي نكون محول المكتف، فنبي نجيب من هنايا، نجيب الفولت او الاوم ميتر، تمام؟ جزء بنوصله من هنايا، اذا شني بيمر التيار هنايا، وبعدين طبعا نكون اوريدي شني
اوريدي محول مصدر جهده معبر عليه بالشورت سيركت، تمام. اذا بيمر التيار هنايا بيوصل عند العقده هذه، حيتجزا ما بين ال 18 وما بين ال 7 و 2 ما بين ال 9. اذا عرفت انا هنايا ال 9 زائد 2 ال 7 زائد 2 بيعطيني 9 كيلو اوم، معناها 9 كيلو اوم متوازيه مع ال 18 كيلو اوم، وبعدين حتكون مع على التوالي مع ال 5 كيلو اوم اللي هي قيمه ال R2، تمام. هنتحصل ار تيفنين قيمتها 11 كيلو اوم. انا هنا عندي في اي بتساوي 40 فولت، او مر هنا جيت ورسمت 40 فولت، وعندي الفي فاينل هي في تيفنين او اي تيفنين بتساوي 80 فولت، والتاو عندي ار تيفنين في السي، اوريدي جبت الار تيفنين، اوريدي عندي السي حتساوي 0.44 سكند. اذا الفي سي بتساوي في فاينل بلس الفي اي ماينس في فاينل اكسبوننشال اس ماينس تي على تاو. هنا عندي في فاينل 80 فولت بلس 40 فولت ماينس 80 فولت في الاكسبوننشال اس ماينس تي على 0.44 سكند. اذا هنا حصلت على قيمه الفي سي. جولي موضوع تاني اللي هو التيار، اللي هو الكاباسيتيف كارنت از دايركتلي ريليتد تو ذا ريت اوف تشينج اوف ذا فولتج اكروس الكاباسيتور، تمام. هنا شنو قال لك؟ قال لك يتناسب هنا التيار يتناسب التيار طرديا مع معدل تغير الشحنة في المكتف. عندي I بتساوي DQ على DT، لو أني فضلت الطرفين حنتحصل على I بتساوي CDV على DT، وهذا اوريدي تطرقنا له في بداية الكورس. بعدين عندي الـ Energy Stored by a Capacitor، عندي الطاقة المختزنة بواسطة المكتف، فعندي WC بتساوي نص C في الـ E سكوير، أو WC بتساوي نص قلنا C في الـ V سكوير أو E سكوير زي ما تبي، اللي تقاس باش بالجول. أو أنا لو إني جيت وعوضت بقيمة الـ V وقلت إن شني بتساوي الـ Q على C، تمام. عندي الـ V بتساوي الـ Q على C، جينا نربع المقدار هذا، بعدين خيرة نقول WC بتساوي نص C في الـ Q سكوير على C سكوير، تمام. تمشي الـ C هادي مع السكوير هادي، فتصبح شني؟ تصبح عندي WC بتساوي Q سكوير على 2 C. هنا عندي اكزامبل قال لي احسب الشحنه اللي مختزنه في مكتف المتسع متاعها كاباسيتنس متاعها قيمتها 3 بيكو فراد اذا وصل طرفيه بمصدر جهد قيمته 20 فولت. بعدين قال لي اوجد الانرجي ستورد باي الكاباسيتر، فعندي بما ان الكيو بتساوي سي في الفي، اذا الكيو بتساوي 3 في العشرة ناقص 12 اللي اعطوها لي بالبيكو، في ال 20 حتساوي لي 60 بيكو كولوم. بعدين انرجي ستورد نقدر نستخدم القانون هذا او القانون هذا على حسب المعطيات. عندي دبليو بتساوي نص السي في تربيع، اوريدي عندي جميع المتغيرات، فنتحصل على دبليو بتساوي 600 بيكو جول. هنا اعطاني قال لي اذا كان الجهد اللي على المكتف قيمته 5 مايكرو فاراد، اعطاك هنا عندك مكتف ومتسع متاعها قيمتها 5 مايكرو فاراد، واعطاك الفي اوف تي بتساوي 10 كوساين 6000 تي في، فقال لي احسب التيار. إذا I of T بتساوي C DV على DT اللي هي بتساوي حط قيمة C قيمتها 5 في العشرة ناقص 6 فراد في D على DT بنفاضل ال V هذه، تمام. فهنا حنتحصل على قيمة ال I of T اللي هي بتساوي ماينس 0.3 ساين 6000 تي أمبير. نجو بعدين للكاباسيترز in series and parallel، نجو لتوصيل المكتفات على التوالي وعلى التوازي، تمام. هنا عندي للمكتفات اللي متصلة على التوالي، نجي نشوف حركة التيار.